الأرانب بطبيعتها حيوانات أليفة ومسالمة، لكن لو حست إن أي كائن آخر بيقرب علشان يفترسها هنلاقي الأرنب بيتعامل مع الحيوان المفترس حسب حجمه. يعني لو كان الحيوان اللي بيهاجمه كبير في الحجم زي الذئاب أو الكلاب البرية وغيرها، بيبقى عارف حجم المفترس وبنلاقيه بيستخدم أرجله اللي بتساعده بسرعات جيدة تؤهله للهروب. لكن في حالة لو كان الحيوان المفترس ملائم نسبياً للأرنب في حجمه زي القطط والقوارض أو بعض أنواع الثعابين، بيبدأ الأرنب استخدام القدرات اللي تؤهله للدفاع عن نفسه، وبتزيد القدرة دي كمان على الدفاع في حالة لو كانت أم بتدافع عن صغارها. وهنا تم توثيق مشهد لأحد الثعابين ذات الحجم المتوسط كانت بتدور على أي فريسة علشان تلتهمها. فبعض أنواع الثعابين بتفضل صيد صغار الحيوانات بسبب إنها مش هتقدر تقاوم زي الحيوانات البالغة. وهنا بيبدأ الثعبان الالتفاف حول صغار الأرانب، والحسن حظ الصغار إن الأم كانت على مسافة قريبة من صغارها، فأنثى الأرنب أول ما لمحت الثعبان بيلتف حول صغارها بدون أي تردد قامت بالجري سريعا لإنقاذ صغارها. فعلى الرغم من إن ممكن الثعبان يكون من النوع السام، فعضة واحدة من الثعبان كافية للقضاء عليها. وبإصرار شديد من الأم بدأت بإصدار ركلات قوية بأرجلها من أجل إبعاد الثعبان عن صغارها. وفعلا الثعبان بيبتعد عن الصغار، لكن بيحول الهجوم على الأم علشان يفترسها. وهنا رد فعلها بيكون غاضب جدا، فبتبدأ بإصدار ركلات قوية ومستمرة علشان تدافع عن نفسها. وفعلا الثعبان بيعرف إن أنثى الأرنب مصرة على القتال، فبيقرر بعد لحظات الانسحاب والذهاب بعيدا. فالأرانب حيوانات بتمتلك أرجل خلفية بتقدر تعمل ركلات قوية قادرة على إحداث جروح قوية تصل للنزيف، لأنها بتمتلك مخالب قوية وحادة، بالإضافة إن الركلات اللي بتصدرها بتبقى قوية جدا لدرجة إنها بتحدث كدمات لأي كائن آخر بيحاول يهاجمها. وفي النهاية الأرانب حيوانات مسالمة، لكن لو تم الهجوم عليها من الحيوانات المفترسة الأخرى بتقدر تستخدم كل إمكانياتها الجسدية للدفاع عن نفسها. ولو الفيديو نال إعجابكم ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا.